معود يا معود يا معود عامل عنتر بالشدات حامل السلم بالعب انت جوان وانا جوان لا تقولوا اف ولا هذا البير وهذا غطا لا تقولوا لا هذا البير وهذا غطا والشاطر فيك وفهمان يدور على الحل بيلقاه دخلك دخلك يا معود اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رايك شو بتقول دخلك دخلك يا معود اسمعنا وافهم على طول الكلام ما قل ودل كل مشكلة ولها حل الكلام ما قل ودل كل مشكلة ولها حل لو بدي أحكي الصحيح من كلام الكل بنعم دخلك دخلك يا معود اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رايك شو بتقول دخلك دخلك يا معود اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رايك شو بتقول ثانيا يا با حبوبي بوجه عيني مالك يا با شو مالك يا با انت انت اللي مالك انا ماليش شيء يا با انت مريض سخنان بيك شيء لا مش مريض متعقد نفسويا يا با ولا متعقد نفسويا لا غلطان يا با انت مريض وانا لازم اجيب لك الدكتور انت قاعد بتهلوس يا با ويلي ابني ذبح ابني يا با انت اللي شو مالك مش انا يا با انت واضح انك مريض لانك ماسك كتاب وحاط كتب والدار عمره ما كان بيها كتاب ولا عمري شفتك تقرا اكيد مريض يا با يا با انا دائما بدرس ايه مو عام الثقافة خلص يابا واللي الثقف راحت عليه راحت عليه؟ آه يابا مو هو اللي بالثقف بتعب بتعب بس الجاهل بألف نعمة يابا أنا بدون ما حد يعرف قررت أعيد التوجيه هي اللي كنت ساقط بيه من زمان هذا؟ أيوة إيه؟ بدك تفضحنا قدام الناس مرة ثانية؟ بس هاي المرة أنا مصمم إني أنجح يابا وراتبك المعتمدين عليه بندفع حق فاتورة الكهرباء بدك تعيشنا على العتمة يعني؟ لا تخاف يابا مش رايح اترك الوظيفه ليش لاني بعد ما اروح من الدوام بدرس يعني ابدكيش تحرمنا من النور اسمع يا با يا حبوبي اذا بدك انا بتحتاج اي شيء بالدروس انا بساعدك انت سقطت العام الماضي واللي قبله واللي قبله واللي قبليه عشان ما كنت اساعدك انا بتساعدني يا با اذا وفرت لي الجو المناسب للدراسه لانه الاسبوع الجاي الامتحانات يا با بدك جو ومناسب خلص يا بابا بجيب لك جو مناسب وبفصل المناسب على قدك خلص ومن الشباك لرميلك حالي ومن البلكون لرميلك حالي يا عين من كتر شوقي اسمعين سكر ثمك ويلي معك جوز كلام طيب يعني افتح فمي واحكي هسه لا تحكيش ما خلصتش اولاد الحاره اولاد العلم بحاجه الى الهدوء بس هذول مش اولاد علم هذول هذول اولاد جهل اولاد قهوه بعرف بس ابني عواد قاعد بيقدم توجيهي بدنا نأمن له الجو المناسب والهدوء المناسب هسه انت بتقدم الطلبات بالاشاره وبالاشاره بتهمس همس ابديش غير همس كيف الاشاره ها مرزوق مرزوق جاوبني جاوبني بصوت واطي مرحبا يا مرزوق هلا مرحبا مرحبا شو فيه موظف التموين هون لا مش موظف التموين يا زلمه يعني هو موظف التموين بده يحمل ضماير ويقعد يوزعها على الناس اذا احنا ما راقبنا حالنا مليون موظف تموين ما براقبنا يعني موظف التموين مش هون لا يا زلمه يا ابني الناس يحكي من اول قطعت ركبي يا حبيبي إيه؟ ابني عواد بده يقدم توجيهي رجاء الهدوء والصمت والانخراس ما شاء الله ما شاء الله يعني إذا ابنك المفعوص عواد بده يقدم فحص لازم تنخلص كل الحارة ما هو ابني عواد مش بحاجة إلي لحالي ولا بحاجة إليك هو بحاجة للحارة هو ابن الحارة ابن الحارة والله إنك صادق اقضب فعلا عواد ابن حارات إيه مرزوق الله يرضى عليك تروق وخلينا نأمن مستقبل هالولد بس بصمت اسمح لي
وشو رايك تاخذ النصيحة هاي من أخوك مرزوق؟ تفضل. وتخلي ابنك عواد يدرس حرمني ها ويتخصص بالتلاعب بصير هم فوق الريح. لا بدي اياك تظل حالك فوق الريح، انا ابني بدي اياه يصير دكتور مشان كل الناس يقولوا عني ايش ابن الدكتور ابو الدكتور. لدلك 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 هالزلمة يا ابن الناس، بلكي ما له ميل بالطب. لا بدي كله ميل غصبت عنه، هو ميله كيف واحنا بنميله زي ما بدنا وبميل اولاده كمان، بده يصير دكتور غصب عن الجميع، بس المهم هو يدرس وبس، فاهم؟ طيب يا سيدي فاهم يا ابو عواد فاهم. مرزوق الله يرضى عليك، ها يا ابو عواد تنساها، انا اسمي ابو الدكتور الله يرضى عليك. ها يما التفكير الكثير وانشغال بالك اكثر من اللازم مش راح ينجحوا عواد، واللي زرعه بحصده. ابني لازم ينجح السنه هاي وياخذ علامات اعلى من علامات سلمان ابن ام سلمان. جننتينا بام سلمان هاي يما، يعني عشتنا وحياتنا صارت مربوطه بافكار ومشاريع ام سلمان؟ يما احنا إن حياتنا الخاصه ولازم نعيشها. بنعيشها يا بنيتي بنعيشها، لكن لازم نحياها ونعيشها احسن من حياه ام سلمان. هذا هو ابنها غايب من ابني وبده يقدم توجيهي، لازم ابني ياخذ علامات اكثر منه علشان يورثها ويطورها كمان. مرحبا. اهلا. طمنا يا عواد شو صار؟ اسهل من هيك امتحان عمري ما شفت. وان شاء الله الاسئله صعبه على سلمان. ما بعرف يما، اكيد صعبه وراح يسقط. شو عندك بكره امتحان يا عواد؟ احياء. احياء يما، ركز على الاحياء، ترى الاحياء هذه مهمه جدا. قل لي يما شو هذه الاحياء؟ اذا كنت انا يما مش فاهمه كيف بدي افهمك اياها؟ المهم هسا حضرونا لقمه ناكلها عشان ادرس بسرعه. الاكل جاهز، المهم انت تركز وترفع راسك قدام ام سلمان. ها طيب. اجل وين 30 قرش عليك؟ شايف ما بتجيب 30 قرش بضل جرجر فيك في الحارة الجرجر يا زلمه. شو ولا همك يا عم، ترى الامن والهدوء مستتب في الحارة. الشعب يطبق ثمك ويطبق كل اللي بيحكوا بالحارة، بدنا هدوء وسكينة، كل ما تتحرك تحرك بالإشارة، بقدم طلبات بالإشارة، بتحكي معي بالإشارة، فالشعب بقول لك بخاطرك بإيش. يا ولد دقجتني. ضحكتي هاي وفهم التلويش. ومدام فهمت الضحك لويش بتحكي؟ مش عارف انه اليوم اخر يوم بالامتحانات؟ يا ربي يا ربي يا ربي اجعل ابنك عواد ينجح بالامتحانات بالتوجيهي، خلوا ينفك يا اخي اصل هالحارة. واذا ابني نجح بالتوجيه ان شاء الله ان شاء الله بنطيك الحلوان. وين سقط حلوان احييه؟ طب هات الحلوان، هاتوا هات الحلوان. لا خيوه انا ضامن نجاحه. كيف ضامن نجاحه؟ منطي الأجوبة والأسئلة مغششوا ياهن؟ لا يا أبو عواد لا، بس أنا قلت له يكتب كل أجوبة الأسئلة على ورقة وبالدوسي وعلى إيده ها، ولا يتعب حاله ولا إشي، ويوم يجي الفحص يا سيدنا بنقول هنا بغشهن ونجاحه مضمون. والله النجاح المضمون اللي جاي على طريقتك بدناش إياه يا مرزوق، بس أنا قلت له يابا يوم يمر عليك سؤال وما تعرفش تجاوب عليه شو بتقول؟ بتكتب استرحام، بتقول حضرة المراقب الحنون يا عمي مشان الله مشان الله الله يخليك خلي لك أولادك تنجحني، ويكتب تحت المشروع. هري 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 زقطو زقطو. عواد عواد ابني ابني حبوبي شو صار شو صار؟ طمني. تقدر تقول يابا انه ابنك رايح ينجح. هي يا ناس صرت ابو الدكتور انا؟ يا ريت ألف مبروك، الله يوفقك وإن شاء الله تصير دكتور 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 يا ربي. قول لي يا دكتور عواد، بس تصير دكتور بتداويني ببلاش؟ إن شاء الله. مش تقعد تبلش تمرض لي من هالساعة يا مرزوق. اسمع يا دكتور أنت كمان، من هو اللي قال لك تدرس طب بيطري؟ ما حدا. طيب ليش توعد مرزوق إنه بدك تداوي ببلاش يعني؟ دوري يما ينجح بالعشر الأوائل. شوفي العشر الأواخر يمكن يكون اسم الدكتور ظنايا بيهم. يابا بالجريدة ما بحطوا غير العشر الأوائل. وأخوي مش منهم. بلكي مغير اسمه، يعني اسمه مش عواد. لا اسمه عواد عواد. تعرفي يوم العود لو بحطوا الجريدة الألفين الأوائل بكون ابني بيناتهم أكيد. هي هذا هو إجا هذا هو إجا. بشر. جبت النتيجة من الوزارة. وناجح. هي. الله يستر من زغروتك، أكيد الكمبيوتر نجحك عشان يرأف بينا. أشوف العلامات يا عواد. وشو بدك في العلامات؟ المهم إن نجحت وخلص.
وسلمان ابن ام سلمان ان شاء الله سقط. لا يما نجح. يسنحوا. شوفوا هسا احنا لازم نفرح ونجمع الافراح ونعمل دبكات، نستورد دبيكه من برا ونجيب الذبايح ونشخطها باب البيت ونعمل هيصه وزنبليطه وخلينا نخسر. الله لا عمر لا حدا حوش، وبعدين خلي يقولوا اني منافق اجتماعي زي ما يقولوا، المهم نضرب بارود ونطخ ونرقص. يابا بلاش المصاريف الزايده على اشي فاضي، مش المهم النجاح، المهم المعدل. اطمني جبت معدلي كويس 51.3. يعني على الحفه ولا جامعه رايحه تقبلك؟ مش قلت لك يا ام العوده الله يستر من زغريتك كلها حفه بحفه. اطمن يابا بدرس بمعهد كويس وبشتغل شغله كويسه. لا يابا يا دكتور يا طب يا بلاش. يابا ولا جامعه بتقبلوا بهالمعدل في كليه الطب؟ لا يابا بيقبلوا بجامعه كثير، بيب افغانستان، بيب امريكا، بيب بلغاريا، بيب مليون مليون محل بجامعه تقبل طب. يابا انا بقول يعني الطب صعب ويمكن افشل فيه. كيف يابا تفشل فيه؟ هيك نجحت بالتوجيه، شو ناقصك ذنين ولا مناخير يابا؟ والله يا بني عواد الدكتوره بتلبق لك. طيب بس بدي خلص يابا ما فيش، بس هسه بتروح بتشوف لك مكتب جامعي بسجل الطلبه اللي عندهم طب، بدوروا لك على جامعه بيها طب بتسجل بيها وبترجعش غير مسجل دكتوره. بس يابا يابا ما تردش، خلص خذ هاي مصاري. يابا مش مقتنع. ما فيش يابا بديش تقتنع، خذ هاي مصاري وروح سجل دكتور وتعالي، ترجعش الا مسجل دكتور يابا بالجامعات. بدرس دكتور وزي ما بدكم، ما الي دخل انا. يلا يابا اللي بتعمله غلط. ليش غلط يابا؟ الغلط انه ما بيش بعيلتنا ولا دكتور. خلص هلا بصير بعيلتنا في تكاتره. الشي غاد يابا بشر بشر. خلص يابا انا رايح ادرس في بلغاريا. شو بدك تدرس لحام بلغاري؟ لا يابا مثل ما بدك طب. هي طب طب من العود من العود نجوحتي، ركضوا ركضوا ابني بده يدرس طب بلغاري. معقول المكتب اللي هون سجلك بهالسرعة وبكلية الطب؟ ايوه وسجلوا غير كثير. بل كان بنضحك عليك مثل ما بنضحك عليهم. الله يرضى عليك يا نجاح، اتحطيش العشقيل قدام اخوك الدكتور. يابا خلي يدرس اي شغلة مهنية هون في معهد البوليتكنيك. ايوه يابا هون معهد البوليتكنيك كثير كويس. شو هذا معهد البوليتكنيك؟ معهد فني هندسي بيدرب مختلف المهن، وهذا المعهد يعتبر رافد رئيسي لحاجة البلد. عرفته هذا المعهد اللي بيطلع انصاف مهندسين. لا 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 انا ابني ما بدي يطلع نص. يابا لا تاخذ فكرة غلط عن هالمعهد، هذا المعهد بيعلم مهن فنية مدربة تدريب ممتاز وباحدث الاساليب العلمية المتقدمة. انا بقول لا، خلي اولاد الناس يروحوا عليه. ابني يا دكتور يا بلاش. مش راح ينجح هناك لانه راح يتغلب في اللغه. لا بدرس اللغه بشهر لانه ابني فتح وطالع لي فتح. بده يطلع دكتور مهما كلف الثمن. نعم. شو بده يكلف؟ بيع الدار وخمسين سنه دراسه ان شاء الله. انت ما يهمك، وانت يابا ما يهمك، انا ما راح اقصر معك بالمصاريف ابدا، بس بدي اياك ترجع لي بمريول ابيض وسمعتين دكتور. بس بقول يابا خليني ادرس هون في المعهد احسن. بديش معهد يابا، بدي دكتور يا بلاش. هسه عبال خمك تشف خليك ترجع تبرجع، روح ضب وعيك وسافر من وجهي. بدي دكتور. طيب. دكتور يعني دكتور. وقف يا شبي بلاش انا يا اخي عرف عني روح يا عمي روح يا عمي يا ابو عواد يا ابو عواد جواز السفر معك وبوليت الطياره كل شيء تمام كل شيء تمام. يلا ودي امك واختك وبدون بكى بديش دموع. يلا يلا بوس يد امك خذ رضاها. اي نعم دير بالك على حالك يما يا دكتور. ولا يهمك خاطري. لا تنسى يا عواد كل يوم راسلني. كل يوم مكتوب براسلنا براسلنا خاطر. بس يابا لا يابا استغفر الله. اسمع يابا شوف يابا بدي اياك تنتبه يوم تفوت على المطار تظلك كل تسأل كل دقيقة وين طيارة برغاليا وين طيارة برغاليا مش تضيع يابا. بتطلع هيك بتشوف لحك واحد برغالي بتلحقه مش تلحق واحد بلدي. ها بتظلك تركض وراه احسن ما تروح ولا طيارتك رايحه على الصين وبعدين كيف بدنا نكتب لك بالصيني. ولا يهمك. يلا يابا مع السلامه. يلا بخاطركم. يابا دير بالك على حالك ارجع لي دكتور. ها ولا يهمك. يلا يابا السلام عليكم. عبي راسك علم يابا مع السلامه.
خذ يا مرزوق هاي كاسة شاي اطفحها اطفح دم ان شاء الله بديش شوف جايبها شايف ولازم تشربها شو يعني هو انت اذا بيش عندك زباين بدك تشتري لي زبون يعني زلمة ببلاش ببلاش ومن عميتها طاب بيك الشام والكرام يا كحتي ولا الشام فرمان لا حلوان ابن خالتي راح الجامعة على بلغاريا ولي 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 وشو السيري صار مسافر وداخل الجامعة بولفاريا وكمان ودو درس طبيب كمان دكتور الله يوفقك يا عواد يخرب بيتك يا اسماعيل من عودنا جهتي هذا هو إجا أيوه مكتوب من عواد من الدكتور عواد ألف مرة بقول لك طيب قري يابا يا رب يكون ناجح ابني يا رب يقري يابا قري أهل الأحباء سلام سليم أرق من النسيم أبعثها إليكم من بلغاريا وبعد وصلت بالتشريح إلى اليدين وغدا الكتفين أنا مبسوط جدا وسلموا لي على أهل الحارة ملاحظة هامة جدا 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 صرت متداين أكثر من 100 دينار أرجو أن ترسلوا نقودا بأسرع وقت ممكن المشتاق الدكتور عواد براو براو شفتي ابني يا ام العود شفتي ابني بس يابا قبل أسبوع بعدت له 100 دينار غير مصروف لولا أنه محتاج نجاح كان ما بعت يطلب يمكن مرض ولا إشي يعني ما هو يابا يمكن يحتاج بدي يشتري مراجع بعدين هو هسه بيشرح بكتفين بلكي تشريح الكتف بكلفه مصاري يابا وشو أخبار الدكتور يا أبو الدكتور؟ والله الدكتور أخباره أخبار السلامة ما خفاك الحال هسا الدكتور قاعد بفكفك القفص الصدري يعني القفص الظهري براو عفية 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 بس لو سمحتي الله يوفقك يعني إنك توصي ابنك الدكتور ها إنه يعني يتخصص به بالروماتيزم هاي لأنه يا أخوي أبو عواد متغلغل لك المرض هاي جوا متغلغل بظهري وبعدين طبي برجلي يا حرام يا حرام خلص يوم من يعود الدكتور بخليه يفك ظهرك قبل رجليك اطمئن خلص الله يبارك فيك السلام عليكم عليكم السلام هلا برقي يا أبو عواد برقي يا أخوي أوقع لك هتوقع لك اكتب الاسم خلص مع السلامة افتح واقرا شوف البرقية شو بيها يا ساتر يا رب يا سيدي بقولوا بيها درهمونا والا فقدتمونا عواد بس هاي هي البرقية ما هي هيك البرقيات يا اخويا مرزوق بس انا رايح ابعث له برقية مثلها طيب دخلك قول لي لو سمحت لي وشو بدك تقول له بيها يا سيدي بدي اقول له فلستمونا شرفونا أبوك على خاطرك يا مرزوق الله يوفقك تفضل يا ستات برقية من الدكتور خير إن شاء الله خير مبطل يبعث هلا إلا إذا بده مصاري كيف سحت يا ابو العود؟ سنحج وسنح ابو العود، قلت لك 1000 مرة ابو الدكتور، شو بده ابنك؟ بده مصاري. طيب شو بتستنى؟ ابعث له. ابعث له وظل معي مصاري ابعث له، الدار ورهناها، والديون فوق راسنا مثل الجبال، شو نساوي؟ خذ سكت ابعث له، وبعد الصيغة شو بدنا نبيع يمه؟ منبيع أي شيء، يعني معقول ابني يكون في بلاد الغربة وبده قروش ما نبعث له؟ لا بنبعث له، يابا يا نجاح روحي الداينة راتبك شوية مصاري، هات الصيغة هاتي. هاتي انت الذهب اصلا بالباقي الكيج يا ابو الدكتور خذها وبيعها وابعث له قلت لك 1000 مره ابو العود انا مش ابو الدكتور سنحج وسنح خلفتك يا
احنا على فكرة عنا يختين، يخت من صيف فيه ويخت من شتي فيه. اليخت الازرق من للشتا طبعا، والاصفر للصيف. صن 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 شمس شمس، ايوه، عشانه من كون يعني. ف صحيح يعني، ما انت مش فاهمه علي اي شيء يعني، مش عارف ولا فاهمه. شوفي انا بعلمك عربي وانت علميني بلغاري، كويس؟ ايضا انا لفتنتي وكويس احسن. You like dance? Yes, rice. Yes. Okay. Like. Come in. العافية مرزوق. انت ما خيو. ترى هبط نقرا معيها. إذا كان جاي تداري يعني لا أهلا ولا سهلا. وإذا كان جاي تبثي همومك وأحزانك على الروح بوسعة. والله الحقيقة يا مرزوق أنا جاي مشان الثنتين. لا عادي يا زيدنا، نص أهلا وأبيش سهلا. يا أخي ما تشوف لك حل يا ابنك الدكتور هذا. والله يا مرزوق ما نعرف شو بدي أساوي. يا بحواد الله يوفقك، ما بيصير الحكي ما بيصير الحكي، لازم تسأل عنه وتعرف شو بدرس. ما بيصير تظلك ساكت هيك على عماها. أنا ما بعرف عنه غير إنه بدرس ببلغاريا، وبعدين بعرفش عن بلغاريا غير إنهم بيبيعوا لحم بلغاري ما بيبيعوا بلدي. تدري يا أبو عواد، أنا لو إني محلك كان بروح بسافر هناك وبشوف أوضاعه على الطبيعة. أشوف أوضاعه على الطبيعة؟ شوف يا أبو عواد، أنا ما بدي أخوفك، ترى كثير من أولاد البلد بس روحوا يدرسوا برا، ها تتغير أوضاعهم، بيشوفوا إشي يا أخي عمرهم ما شافوه، وبينجرفوا لك ورا التيار، ولا بدرسوا ولا بتعلموا. لا يا مرزوق، أنا ابني مش من هذول بتحكي عنهم، ابني مش عاق. أنا ابني بآخر رسالة إله بيقول إنه هسا بدأ بتشريح المخيخ السفلي وفصله عن الفشة العليا. لا هذا مش بضل يطلب قروش 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 قروش. المشكلة مش قروش قروش قروش، نيرات 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 بالميات. وبعدين طالع لي بفنتك جديد بيقول لي ابعث لي هدايا للتكاترة، وآخر مرة بيقول لي ابعث لي فساتين وتنانير. اسألني لمين 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 لمين؟ للبروفيسير اللي بتعلمه. طب دخلك هالبروفة ماسورة هاي وشو بتعلمه؟ بتعلمه يا سيدي طفولة وأمومة وكعك بعجوة. وين؟ أبوي ما رجع يمه، بقول إنه بده يروح على الوزارة يسأل ويستفهم ويستفسر عن جامعة عواد وعن دراسته فيها. قال المفروض أبوي يسأل من مدة طويلة. أكبر غلط الواحد يبعت ابنه على جامعة ما بعرف عنها إشي. بلكن الجامعة اللي بدرس فيها أخوي مش معترف فيها، كان شو بيصير فينا؟ إن ما اعترفوش فيها إحنا بنعترف فيها، وإن ما لقاش شغلة هون بيشتغل في بلغاريا. وهيك كتير البلد بتستفيد من علم أخوي. شو هالحكي يمه؟ شو ما شاء الله ما شاء الله، الأكل جاهز. تفضل بسم الله. هاي يابا شو سويت؟ أنا بساوي كل شيء يابا، عن إيش تسألي؟ عن أخوي جامعته. أخوك بخير وجامعته بخير. شو هذا؟ شو هذا أصناف متعددة حاطينها على الطاولة؟ مش إحنا هسع في مرحلة تقشف ودائما إحنا بنتقشف؟ اسمع يا أم العود، بتقيم اللقمة من ثمنا وتحشيها بثم ابنك الدكتور وسنحج والسنح ابنك الدكتور. زي ما قلت لك الموضوع جد. I am very hungry. Yes. Excuse me, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Excuse me, please. Yes. Please, some water. Okay.
اوكي سير. ثانك يو. طب لقمه يعني. بارك الله فيك، شكرا. بصراحه مش معقول واحد ياكل يعني ممكن واحد 11 مرتين. طيب عارف الوضع. ماشي اوكي. بكره نازل كليه ان شاء الله. بشوفك كل سنه ان شاء الله. قادر كويس. شو مالك؟ كويس. ليه؟ good no good yes. انا بدي اروح على مطعم ثاني. يا رجل ماله الاكل كويس ولا كويس ولا شيء. خلص يا زلمه بدك تروح على البيت، بدك تدفع هون وتروح تدفع في محل ثاني. وعليكم كمان. تصبحوا على خير. باي باي. خير ان شاء الله خير. قولي ها، في اخبار جديده عن الدكتور؟ الدكتور المفعوص يا مرزوق، كان كل اسبوعين ثلاثه يبعث لي رساله، صار كل شهرين يبعث لي رساله، صار يبعث لي رسائل يوم بده مصاري، يوم دفعنا القسط كامل عنه بطل يبعث رسائل من مره. This is very very nice. Huh? Yeah, yeah. It was actually, it was fairly easily explained because. Yeah. My father, I tell you before. Yeah. Very rich man. Yes. Eating anything. Anyway, yes. The guy who owned the place knew that. صدقني يا أبو عواد وضعك صار يصعب علي. كل حال بسيطة بسيطة، بدي أروح الساعة على أبو فتحي لأنه بي ابنه فتحي بدرس ببلغاريا هناك، وبدي أقول لأبو فتحي يستفسر لي عن ابنك عواد. الله يطول عمرك يا مرزوق، تدري يا مرار إنه ما أحسن منك إلا أنا. يا مرزوق إذا بتجيب لي خبر ابني صدقني ما بنسى لك هالجميل إلا بالضرورة القصوى. ولا يهمك ولا يهمك، على عيني وراسي صدقني لاجيب لك خبر ابنك. ها لوجه الله تعالى. الله يرضى عليك يا مرزوق ويطول عمرك. شكرا. العفو يا ابو عواد العفو. قول شو ابو عواد؟ اسمع، اذا انت بدك تساعدني مساعده صغيره، بدك تحملني جميل، لازم تقول لي يا ابو الدكتور، مش لازم تنسى وضعي الاجتماعي. مش لازم بدك تساعدني شوي يا اخي؟ يعفو عني يا اخي. Tomorrow, Bukra, tomorrow, I want to go to my country. No. Yes. Please don't go. I want to know why. Because فلست يعني شو أحكي لك؟ فلسنا. Because عشان يعني تعرفي my father. And my mother and my family in my country يعني كل العيلة ببعثوا لي رسائل وتعال. وبعدين أنا خلصت يعني هون بس راجع. I come back here and marriage. No. Why? Marriage and you come with me to my country. But not now. You understand me? Not now. يعني مش هلا. مش هلا. Yes. شكرا. يابا يما خير ان شاء الله. يما خير، مكتوب من عواد. قولي له بيش ما انا مصاري نبعث له. فلسنا يابا. عواد متخرج وهي صورته ملابس التخرج. اشوف ابني، اشوف الدكتور. اسكتي يا حرمه، هذا ابني مش ابنك. يا حبيبي يا ابني، والله الدكتوره بتلبق لك يا دكتور. غريبه يابا، معقول تخرج بهالمدة البسيطة هاي دكتور؟ يابا ما هو طالع إلي فالح مش لأمك. يابا بيقول إنه بكرة جاي. بكرة يعني غداً؟ أيوة يابا. إن شاء الله بالسلام يا رب، إن شاء الله بالسلام يا رب. اسمعوا، هسه أنا بروح على كل الجرايد وبحط صورة ابني بيها وبقول يكتبوا تحتيها
انه عواد ابن ابو عواد اجى من بلاد برا وقد حصل على شهادة الدكتوراه بدرجة شرفين بمرتبة عاشرة وتقبل التهاني في بيت والد الدكتور اللي هو انا شخصانيا. وبنحط ملاحظة انه بعد المباركة في اكل مناسف. بس على الله على الله يجيب له كم من خروف بالغار نذبحهم على المنسف. سمعت الدكتور يابا؟ وين مريول الدكتور؟ وين هذول الادوات تبعي الدكتور؟ وين شنطة الدكتور يابا؟ اي هو العلم الحط بشناتي، العلم براس اصمم عليها الراس. يسلمني الراس اللي كله طب، راسك ملان طب يابا. كله اوكي بابا، كله اوكي ماما. اوكي اوكي. كله اوكي سيستر. شو نسيت العربي؟ لا لا نو بس الدراسة في بلغاريا كلها بالاجنبي. يا اخويا يا عواد ما في عندك دواء تقيم مني هل النقزي؟ هي ولك عادي تضلكوا تلخموا لي الدكتور تضيعوا العلم من راسهم. خلاص بالبيت بنتفاهم احنا وياه من كثر اسئله. خلاص ابيش اسئله بدنا نروح هسه. تاكسي تاكسي سياره تاكسي سياره هسه بتيجي السياره هسه بتيجي. يلا ولك يلا ايه ماشي هون هون فوت فوت جاي فوت جاي فوت جاي فوت جاي. يلا اسمع انت على التالي ارفع السياره تعال اطلع ولك افتح الصندوق هذا معك شريط نزل عند السياره ارفع السياره حط معك وعي الدكتور وعي الدكتور اسماعيل انت بتروح مشي ابيش بالسياره يلا روح مشي مشي روح معناش محل هو عندنا ايه اسماعيل تاخذ شريط تعال عشان تروح خذ عمي يلا اوعك تضيع ولك مرحبا هلا مرحبا يا عم مرزوق رساله لي بسهمي ولحمي ومن بلغاريا يا ساتر يا الله شكرا على السلامه يا ساتر اللهم اجعله خير يا الله اها العم مرزوق العم العزيز والذهب الإبريز تسلم تسلم ولي 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 ولعت مبروك الشاي يا عواد ان شاء الله مبروك خلي اولادك ان شاء الله عقبال عند اولادك شكرا شكرا يبارك فيك شكرا كلفت خاطركم هلا بفتح عياده بفتح عياده واحنا راح نعمل اوكازيون عمو ما بنغلى اسعار هلا بيك مع السلامه بمان الله بمان الله قد ما اجانا مهنئين الله يجعلوا وضعك في بلغاريا بلغاريا والطب مبروك الله يبارك فيك يابا يا عواد يا دكتور ابيش عندك دواء تضيع النقزه من ابن خالتك اوكي موجود موجود طيب مليح اذا موجود هسه يابا بتحضر الدواء مشان تضيع النقزه منه تفضل 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 هلا 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 مرزوق هلا 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 جاي تهنيني اهني ولا أعزي يا أخي أنت دائما حاسدني لأني أنا صرت أبو دكتور أنت أبو ولا إشي صادق لعادي سمح لي خلنا نقرأ الرسالة اقرأ شو بيها يعني بس ممكن تنادي لي أم العود ونجوحتك يعني رسالة حلوة يا أم العود يا نجاح تفضلوا تعالوا بي رسالة دبي الزغرة وتدبي أكيد في وراها مصيبة ينطيك العافية ينطيك العافية تفضل هاي الرسالة جاية من فتحي ابن أبو فتحي وبقول بيها بقول بيها شو بقول تفضل يا حبيبي العم العزيز والذهب الإبريز مرزوق أحيطكم علما بأن ابنكم عواد لم يلتحق بأي جامعة
وقد ضيع نقوده على الملاهي. ولدلك لدلك شلون وجهه فاهي. رسالة مزورة وكلكم تحسدونا. عواد صحيحة هاي الرسالة؟ يعني أنا عواد يابا يا دكتور، والصورة المتصورها بالشمسية هاي ما شاء الله مستأجرها من أصحابه. شو يا معزيم، اطلع برا اقلبوا وجوهكم من هون. يلا امشوا كلكم، بديش اشوف حدا. يلا انت يا عواد خليك هون، ما تقلبش وجهك، اقعد هون. شو سويت يوم يا عواد؟ شو سويت يوم؟ رهنا البيت وحرمنا حالنا من أشياء كثيرة عشان تتعلم يا سيد عواد، وبالآخر ما تعلمت إشي؟ لا يا أبا يا رجاء، أخوك تعلم، تعلم دنس ورقص، هذا اللي تعلمه أخوك. الحق عليك أنت يا أبا، أنت اللي صممت تخليني أدرس طب وأنا متجايب معدل كويس. الحق عليك أنت، أنا قلت لك يا أبا خليني هون وأدرس بمعهد، ما رديت علي. حكينا الحكي ما حدا رد علينا. وأنا كمان ما دخلني، أنا شو دخلني؟ أنا لقيت فلوس كثيرة، قلت لازم أروح أشم الهواء مثل بقية الشباب، ليش؟ هذا هو منطقك يا دكتور؟ شايف تربيتش لابنك؟ طالع لأخواله، طالع لسمعة البطبوف، غير ترجع على هالحارة وتشغل مساعد قهوجي، قب من وجهي، اطلع من قدام الشغاب، سنحك وسنح الدكاترة اللي مثلك صممت الجلطة ذبحتني. يابا، الحق مش على أخوي لحاله، الحق علينا إحنا كمان، كان لازم نوجهه غصب عنه. كان لازم خلال دراسته نراقبه خطوة خطوة قبل ما يفوت الأوان، مش فجأة نكتشف إيش بيعملوا عن طريق الصدفة. كان لازم يكون اتصال مباشر مع الجامعة أو مع السفارة أو مع الملحقين الثقافيين في البلد اللي بدرس فيها. خلاص يا نجوتي، خلاص خلاص. من يوم طالع، من يوم طالع أنا إذا بدي أبعت ناس يدرس برا براقبهم خطوة خطوة وبشرف عليهم، بخليهم يدرسوا اللي بيميلوا لهم مش اللي بميل له أنا. تسأليش يا أم العود يا حبوتي يا بقبق عيني. خلص إذا الدكتورة ما زبطتش بي عواد بخليها تزبط بيك. روح ادرس يا دكتور أسنان. الكلام مقل ودل، كل مشكلة ولها حل. الكلام مقل ودل، كل مشكلة ولها حل. لو بدي أحكي الصحيح من كلام الكل بنعل. دخلك دخلك يا معوان، اسمعنا نفهم على طول، هاي حالتنا ملها حل، بدنا رأيك شو بتقول. دخلك دخلك يا معوان، اسمعنا نفهم على طول، هاي حالتنا ملها حل، بدنا رأيك شو بتقول.